بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الأخ طلال أبو غزال المحترم، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري وأصحابي عطوفة أعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن نرحب بكم ونؤكد حرصنا على عمق الشراكة التي تربط الهيئة مع المؤسسات البحثية والعلمية المتميزة كمؤسستكم الرائدة مؤسسة طلال أبو غزالة العالمية، والتي عرفت بإنجازاتها المحلية والإقليمية والدولية في مجالات التنمية البشرية والتطوير المؤسسي وغيرها من حقول المعرفة. ويأتي لقاؤنا اليوم تكريسا للمسؤولية المشتركة في مجال بناء القدرات والمعارف بمحاربة الفساد على المستوى الوطني من خلال التعاون في إعداد الدراسات والبحوث الميدانية وتدريب رأس المال البشري في الموضوعات ذات الصلة بمجالات الاهتمام المشترك بين الهيئة ومؤسستكم الموقرة، وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، وانسجاما مع رؤية الأردن 2025 تبنت الهيئة نهجا استراتيجيا شموليا، حيث قامت بتحديث الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2017-2025، اشتملت على تطلعات وآفاق مستقبلية تم ترجمتها على شكل مشاريع وبرامج على المستوى المؤسسي والوطني وبصورة تشاركية مع جهات الإدارة العامة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وباستخدام المؤشرات القيادية والمؤسسية لقياس أهدافها وتحقيق مستويات تنافسية في مؤشر مدركات الفساد CPI، وضمان أن تكون الهيئة جهة مرجعية في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه على المستوى الإقليمي والدولي. وفي سبيل ذلك قامت الهيئة بتطوير التشريعات الناظمة للعمل لتعزيز استقلاليتها في إدارة مهامها، حيث أنجزت مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لعام 2016 وتعديلاته، ومشروع إعادة هيكلة شاملة ونظام تنظيم وأوصاف مهام للوحدات التنظيمية على الهيكل الجديد. وتضمنت الاستراتيجية الوطنية المحدثة 2020-2025 مشاريع وبرامج هادفة إلى بناء القدرات المؤسسية من خلال تطبيق مجموعة من المحركات والممكنات ذات الصلة بأنشطة الوقاية من الفساد إلى جانب إنفاذ القانون، والحرص أن تكون هذه المحركات مؤسسة وراسخة ورادعة لكافة ممارسات وأفعال الفساد. وتبنت الهيئة مرحلة التحول نحو الاحترافية في مجال التحقيق في القضايا العامة والتخصصية من خلال تطبيق آليات جديدة والاستعانة بخبراء متخصصين، إضافة إلى رسم مسار مهني وتدريبي للموظفين لضمان إدارة رأس المال البشري من منظور القيمة والاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وأيضا التركيز على جودة مخرجات أداء الموظفين والأداء المؤسسي والمساهمة في تحقيق ذلك. وللمساهمة في تحقيق ذلك أنشأت الهيئة مركزا للابتكار والتدريب لتطوير المهارات والقدرات ونقل المعرفة على المستوى الإقليمي والعالمي في مجال النزاهة ومكافحة الفساد بالشراكة مع الجهات النظيرة والمؤسسات البحثية المحلية والعالمية. وفي مجال التقنية الذكية ستقوم الهيئة باستخدام تقنيات متطورة في الاستخبار الرقمي والتحقيق الرقمي من خلال وحدات متخصصة
أنشئت لهذه الغاية. وتعزيزاً لذلك سوف تعمل الهيئة وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والجهات الحكومية الأخرى على تفعيل تطبيق التحول الذكي للعمليات والخدمات الحكومية على المستوى الوطني لتسهيل تتبع ورصد سلوكيات وأفعال الفساد بكافة أشكاله المختلفة كاستغلال الوظيفة العامة والرشوة والواسطة والمحسوبية وغيرها. وانطلاقا من دور الهيئة ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام والموارد الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد تم استحداث وحدة متخصصة بشؤون الاستثمار تتولى متابعة إجراءات خدمات الاستثمار وحماية المستثمرين من كافة أشكال الاستغلال أو الابتزاز وضمان خلق بيئة نزيهة وجاذبة للاستثمار، إضافة إلى استحداث وحدة متخصصة لمتابعة استرداد الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال الناجم عن جرائم الفساد. وإيمانا من الهيئة بأهمية المشاركة المجتمعية وخلق الإحساس الوطني بمحاربة الفساد، فقد تبنت الهيئة ومن خلال الاستراتيجية الوطنية المحدثة مجموعة من المشاريع والبرامج الهادفة إلى تعزيز ثقة المواطن وزيادة الوعي وترسيخ منظومة القيم والأخلاق بين فئات أفراد المجتمع لتعزيز قدرات الوقاية من الفساد، مما يجعل من الفساد سلوكا منبوذا من الناحية الدينية والقيمية والاجتماعية. أيها السادة، وتأسيسا على مقدم وتأسيسا على هذا اللقاء المثمر، سنعمل على تفعيل التعاون والتنسيق وتعزيز قنوات التواصل بين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومؤسسة طلال أبو غزالة العالمية، انطلاقا من إحساسنا الحقيقي بالمسؤولية الوطنية المشتركة في محاربة الفساد بالوسائل القانونية والعلمية والمعرفية التي تؤتي أكلها في حاضرنا ومستقبل الأجيال القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. أضيف الدكتور مهند حجازي، أتشرف بأن أجلس إلى جانبكم بما تمثلونه من عمل وطني هام جدا بهذه المؤسسة التي أعتبرها من أهم مؤسسات الوطن، ولذلك أعتبر أن قبولكم لأن نتشارك معكم في حدود ما نستطيع أن نقدمه من خدمات مهنية وإعلامية وتوجيهية وتعريفية شرفا كبيرا. أنا أولا لا يمكنني أن أنسى أن أشكر سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم الذي كرمني بأن عينني على مجلس على اللجنة الوطنية للنزاهة التي صاغت معايير ومبادئ النزاهة التي أقرها جلالة الملك، وكان لي الفضل بأنني أنا الذي أعددت مسودتها لإقرارها من قبل اللجنة الملكية للنزاهة. هذا الموضوع له تاريخ وأهم واعتبارات خاصة لتكويني كمحاسب قانوني، لأن أحد أهم مهام المحاسب القانوني هو اكتشاف الأخطاء عند تدقيق الحسابات وتقديم تقريره وبياناته عنها، والأخطاء تشمل وفي مقدمتها الفساد. يعني عندما نقول أن المدقق يدقق للشهادة على صحة الحسابات المالية، عليه أن يقول أن هنالك مخالفات من نوع يجعل مصداقية الحسابات مشكوك فيها. فبالتالي التكوين، وأنا خدمت على مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين في نيويورك
الذي صاغ معايير المحاسبة الدولية كلها. وأيضا كان لي الشرف هناك أن أشرفت على إنجاز المعيار المتعلق بالاستقلالية ومبدأ العلاقة بين المدقق والعميل وكيف يجب أن يحكمها المعايير المهنية، وأهم من ذلك موضوع الرقابة الداخلية في الشركات لمنع الأخطاء ولمنع المخالفات والفساد. فبالنسبة لي ما نتكلم فيه اليوم هو في صلب مهامنا وعملنا كمحاسبين قانونيين بهذه الصفة. ما نقوم به في هذا الاتفاق ليكون واضحا، وبموجب الاتفاقية التي سنوقعها كله عمل شرفي، أي ليس بأتعاب. نحن هنا ليس لتوقيع مشروع مالي أو اقتصادي أو ربحي، نحن هنا لنؤدي واجب وبدون أي أتعاب في كل ما تكلفوننا به، وستجدون مطيعين في كل ما يلزمكم من، لأنكم بالنسبة لنا كما قلت مؤسسة هي في صلب عظمة هذا الوطن الذي نفخر بأن نكون فيه. فبالتالي كل ما سنقوم به هو فضل علينا. أنا أؤمن بأن خدمة المجتمع هي ليست تبرع ولا هي عمل خيري، هي رد لفضل المجتمع على الإنسان. نحن كمؤسسة أردنية وطنية عالمية أنشأنا منظمة باسم أبو غزالة فاونديشن لتقديم الخدمات لخدمة المجتمع ردا لفضل المجتمع علينا. نحن كل ما نقوم به هو خدمة المجتمع الذي تفضل علينا بأن أعطانا فرصة. فبالتالي أنا بنظر اليوم إلى هذا اللقاء بأنه فضل منكم علينا أن تتيحوا لنا الفرصة أن نقدم خدمة واجبة علينا لهذا الوطن. بالنسبة لما جاء في الاتفاقية اتفاق عام، وأثناء سيرنا في العمل إحنا هكذا دائما نتطلع بأن الاتفاق هو بداية وهو مبادئ عامة، إنما سينتج في المستقبل مجالات كثيرة أخرى ستجدون مستعدين لتلبيتها عندما تطلبون أي مشروع أو أي عمل تريدون إضافته. كما أننا نضع الملتقى بموجب ملتقى طلع أبو غزال المعرفي الذي كان بتوجيه من جلالة الملك إنشاؤه ليكون منطقة حوار علمي مهني أخلاقي في هذا الوطن، أن هذا الملتقى موجود ليكون تحت تصرفكم في أي ندوات مؤتمرات اجتماعات بحكم مكانه وما يتيحه من خدمات، فهو أحد تعتبروه مرفق من مرافقكم وبتحت تصرفكم. كما إحنا الآن بمرحلة إنشاء مجلس إدارة جديد للملتقى، ونرحب سنرسل دعوة إذا وجدتم مناسب أن يكون على هذا المجلس أحد ممثل عنكم وعن مؤسستكم الهامة يشرفنا ذلك. أنا بس بدي أتكلم على نقطتين بسيطتين بالكلام البسيط ولكن مهمة جدا. أنا ابتداء من اليوم ونحن عندنا برامج كثيرة ونشاطات كثيرة في مجال التعليم، بدنا ندخل مادة مكافحة النزاهة، مش مكافحة الفساد، النزاهة في التعليم. وربما نعرض عليكم مشروع لإنشاء كتاب بسيط لتعليم الأطفال في المدارس من يوم ولادتهم أن يبدأوا في هذا الموضوع. احنا دائما نؤمن وتركيزي دائما على الشباب. أنا اللي بيعرفوني أكثر في البلد هم الأطفال اللي عمرهم 5 سنين إلى 10 سنين، وبستغرب عن جد استغرب لأنهم هم عشاقي وأنا عاشقهم، لأنهم هم المستقبل مش نحن. أنا انتهى دوري في نهايته، بس ولكن المستقبل هم هذول الأطفال. أنا بهمني هذول الأطفال يتعلموا، فممكن إما
نبحث هذا الموضوع كمشروع فادي ليكون إما أن نعده أو نعده بالاشتراك أو نعده ليراجع. إنما أنا أريد أن من انطلاقا من هذه المبادرة الكريمة من جهتكم أن ندخل ثقافة النزاهة في تعليمنا وليس فقط في مجتمع الأعمال والاقتصاد. أيضا نحن في كما قلت عندما بدأت أننا كمدققين حسابات نهتم بالتدقيق على الأخطاء. من نفس المنطلق إحنا نقدم عادة كتاب ما نسميه ملاحظات للإدارة. أنا أريد أن يصبح في هذا الكتاب محمد في هذا الرسالة وقد بنعممها على كل مكاتبنا إنه في كل العالم في 100 مكتب في العالم إنه يكون في قسم في كتاب الملاحظات للإدارة ملاحظات حول نظام الضبط الداخلي اللي يسمى أيضا الرقابة الداخلية الانترنال كنترول. يعني هل الإجراءات تسمح بالتحايل؟ هل اللي بيعمل بدفع بحب يكتب بيعمل كتاب البنك هو اللي بيقيد في الدفاتر؟ هل إلى آخره في كتير مبادئ وضعناها على مجلس معايير المحاسبة الدولية للرقابة على النزاهة في النظام الداخلي. فينضيف سكشن في هذا التقرير اللي بنسميه غير التقرير المالية اللي هي البيانات المالية احنا الكتاب الملاحظات للإدارة أن يكون في قسم خاص عن ملاحظات حول ما رح نسميها النزاهة رح نسميها مراقبات حول نظام الضبط الداخلي وحسن الحاكمية ملاحظات. ولكن هي نتيجة فحصنا اللي هو جزء مهم من برنامجنا فحص نظام الضبط الداخلي. طبعا احنا دائما نفحص الانترنال كنترول ونعتبره 50% من عملنا نظام الضبط الداخلي. فبهذا المجال بيكون احنا عم نركز على الاستباقية في مكافحة الفساد، اي ليس ايجاد الفاسد ومحاكمته بل منع من خلال النظام منع حصول الفساد. هذا موضوع بدنا نطوره في مجلس مؤسستنا بس نحطه كاقتراح اللي يصبح لي عندما يبحثوا مجلس المديرين ليصبح سياسة عامة تلفت نظر الشركات اللي عندك هنا ثغرة في نظامك الداخلي تتيح الفساد. وطبعا أنا عم بتكلم بصفتك محاسب قانوني عم بتكلم موضوع فاهم علي أنت ما أقصده، ولكن أنا أريد الآن أن أبرمجه في ضمن أعمالنا في التدقيق لكل عملية. أشرت سعادتك إلى موضوع هام وهو البيئة الاستثمارية. إحنا نعد سنويا للبنك الدولي التقرير السنوي لأوضاع البيئة الاستثمارية في كل العالم. احنا نحد الجزء اللي يتعلق بالدول العربية بما فيها الأردن، وهذا تقرير سنوي بيظهر مؤشرات البيئة الاستثمارية كبيئة جاذبة أو طاردة للاستثمار. هنا كمان بحب انه تسجل الله خليك انه الدائرة اللي عندنا اللي تعد هذا التقرير يستفيدوا مما تفضل به سعادة المدير الرئيس سعادة رئيس الهيئة أن يعدوا هذا الجزء بالتعاون وبأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي تقوم بها الهيئة في مجال رفع القيمة المعنوية ومستوى الثقة في الاستثمار من ناحية مكافحة الفساد. احنا لأنه في عدة مؤشرات وعادة نقدم احنا اي تطور وفرصة نقول اذا كان يعني فرصة للإعلام عن جهود الدولة في مكافحة الفساد انه نعمل ابديتنج هلأ ما نستنى ليطلع التقرير الثاني عن 2020 نعمل ملاحظات للبنك الدولي انه نود ان نضيف كذا. والبنك الدولي عادة يضيف اي تحديث في اوضاع المحافظة على البيئة.
بموضوع فلسفتنا نحن كما فلسفة سعادة الرئيس هي والهيئة هي الاستباقية في المكافحة. يعني احنا مش هدفنا ندور على الفاسد، هدفنا ان نمنع الفساد من خلال عدة اجراءات، احدها كما قلنا التوعية والثقافة، ثانيها الاجراءات والأنظمة التي تجعل ارتكاب الفساد صعبا من قبل اي جهة. ومع الأسف انه احنا حتى الآن تركيزنا كله، أنا قلت هذا الكلام على منصة الأمم المتحدة، إنه كل الدنيا بتحكي عن الفساد الرسمي والحكومي، بينما في القطاع الخاص هنالك فساد أكبر، ومش لازم نخجل إنه نقول إنه هذا موجود ويجب أن يكافح، لأننا بنحب القطاع الخاص وبنحبه أن يكون نزيه. يعني لما أقول يجب أن نعطي اهتمام أكثر إلى الفساد في القطاع العام، نكون نخدم في القطاع الخاص، عفوا بنكون عم نخدم القطاع الخاص لأننا نريد أن يكون نزيها شريفا عظيما. أما أن نغض النظر عن أن هنالك فساد لا يقل إذا لم يكن أكثر من الفساد في القطاع العام، لأنه إمكانات القطاع الخاص المالية أكبر من إمكانات الدولة. يعني شركة واحدة الآن من أمثال جوجل وأمازون أكبر من حجم الاقتصاد الأردني بعدة مرات شركة، فهذه قدراتها على الفساد كتير أكبر. وأنا أيضا في الأمم المتحدة عندما تكلموا عن الفساد في الدول النامية عملت مداخلة واضطروا أن يسجلوا اعتذار، أنه اتهموا الدول الفقيرة والدول النامية بأنها فاسدة. فأنا بدي أسأل، مدامها فقيرة ونامية مين اللي أفسدها؟ مش الشركات العالمية الكبرى؟ مش الدول الكبرى اللي أفسدتني؟ وإذا أنا أدعي بأن هنالك فساد، الفساد في طرفين، في المتلقي والمفسد، وفي نظر المفسد هو مجرم مرتين، المتلقي للفساد مجرم ولكن المفسد مجرمين، لأنه أولا حرض على الفساد وثانيا مارسه. فبالتالي يعني نظرتنا للفساد يجب أن تكون بجرأة وواسعة أكثر، ما بدها، ما فيها خجل. أنت في خدمة وطنك، أنت مناضل، والمناضل هاي المؤسسة مؤسسة نضال وطني لخدمة البلد ليصبح كما يتمناه سيد البلاد، نموذجا في النزاهة وفي مكافحة الفساد. فأنا اليوم سعيد جدا ومتشرف جدا وشاكر جدا لأن تعطونا هذه الفرصة لأن نكون في خدمتكم. شكرا جزيلا سيدي. شكرا لك سيدي، مرة ثانية نرحب فيكم، شكرا جزيلا لحضوركم ومساهمتكم، وإن شاء الله نتأمل بعد توقيع المذكرة أن تخرج إلى حيز التنفيذ، وأنا متفائل جدا بأوجه التعاون بين الهيئة وبين المؤسسة. أنا أعتبر هذا من أهم الاتفاقيات، لأنه الضمير في الدولة والمواطن والشركات. شرف كبير. الله يسلمك. أنا بالنسبة إلي يقواسي أي وسام. الله يسلمك. شكرا جزيلا. تعبير عن شكرنا لأنكم أتحتم لنا الفرصة لأن نكون في خدمة الوطن. شكرا لك. شكرا.
اسمح لي أقدم لك لمجلس الهيئة الدكتور أسامة المحيسن نائب الرئيس، القاضي مأمون القطارنة عضو الهيئة، عطوفة سامي سلايطة عضو الهيئة، وعطوفة مصطفى الرواجدي عضو الهيئة، عطوفة الأمين العام عاصم الطراونة، المستشار الإعلامي عمر عبندة، والمستشار الرئيس لشؤون التخطيط الدكتور أحمد سمار الزعبي. شرف لنا أن نكون في معيتكم وأن نكون في خدمتكم، وإن شاء الله بيكون في تعاون هام ونستطيع أن نتباهى بأن خدمنا هذا الوطن وأدينا لشيء من واجبنا تجاهه. الأخ فادي داود مدير الملتقى سيكون هو الضابط العلاقة، كان هو محرك مذكرة التعاون. الأستاذ رامز قليبي المدير التنفيذي لكل نشاطاتنا الإعلامية الرقمية، هو مسؤول عن إدارة كافة مرافق الإعلام الرقمي. ابن المجالي زيد المجالي سيكون هو مدير التعليم الرقمي، وهذا الموضوع اللي حكيت فيه كتير مهم ان ندخل رقمية. أنا ما كلمت عن ثقافة النزاهة الرقمية، لأنه الطفل ما بيقرأ كتاب ولا بيقرأ مجلة ولا جريدة، فأيضا هذا موضوع كتير مهم نحكي فيه. الأستاذ محمد الأزرق هو مديرنا التنفيذي لنشاط التدقيق في المؤسسة. الأستاذ يوسف الرواز هو مدير التنفيذي لأكاديمية طلال أبو غزالة. هذه الأكاديمية تقدم أكثر من 500 برنامج في مجالات عديدة، وأصدرت كم مليون شهادة لحتى الآن على مستوى العالم، ملايين الشهادات، وهي مرخصة من وزارة التعليم العالي لتعطي دبلومات في التخصصات. وكمان هذا موضوع بحب أن نطرح، كيف يعني نقدم البروشور الكامل لبرامجنا وهي في كل ما يتعلق بالأعمال. يعني إحنا متخصصين في هذه الأكاديمية في برامج بناء القدرات في قطاع الأعمال، وأيضا ممكن أن تكون تحت تصرفكم أو ربما تجدوا فيها ما ترونه مفيدا للتعاون في كل، وبالتالي يصبح حافز لمن يحضر دورة أنهم يأخذ دبلوم، مش بس بيكون إجا وحضر كورس. يعني عادة شيء منيح أن أحصل شهادة بأي موضوع. وما بعرف إحنا إذا عنا شيء عن موضوع النزاهة. ممتاز، خلينا نحط اللي نوت أنه نحضر دورة أو شهادة دبلوم في النزاهة. هاي مهنة كأي مهنة في الدنيا، نحضر بما لدى هذه المؤسسة العظيمة من معرفة. يعني إحنا بدنا نستفيد منكم ومن خبراتنا في تقديم دبلوم في النزاهة، كيف تمنع الفساد، كيف تحافى. أنا دائما تركيزي ما مش شغلي، لا أكتشف الفاسد ولا أحاسبه ولا أعاقبه ولا أشتمه ولا أعريه، مش هذا شغلي، هذا أتركه لغيري. أنا أريد أن أمنع، فما هي الأساليب والإجراءات التي تحقق النزاهة؟ مش تكتشف، تحقق. فكتير مفيد إنه نعمل شيء ونستشير إذا كان المنظمة اللي بيحبوا نتعاون فيه أو نقدمه بالاشتراك بأي صفة، نتشرف بأن نتعاون معكم. إحنا بالعكس في هذا المجال، يعني شكرا على هذه المعلومة. إحنا حاليا في تواصل مع وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي لإدراج مادة النزاهة ضمن مساقات الجامعات، والآن يعني في بروسيس مشان المنهاج. وبالعكس يعني فرصة إنه نتعاون مع بعض إخراج مادة تتعلق بالنزاهة وتم اعتمادها،
ومقترح سعادتك انه دبلوم بالنزاهه بالعكس كثير جميل، احنا بنرحب. وانا يعني ممكن ان يكون بالتعليم بمؤسسات تعليميه ولغيرها، يعني واحد في اي عمل في اي قطاع اخر او متخرج سابقا، كما احنا اغلب طلبتنا كلهم خريجين اكاديميين شهادات عليا، بيجوا ياخذ شهاده متخصصه في موضوع متخصص، يعني واخذ شهادته، وعندنا يعني اطباء ومهندسين بيجي بياخذ كورس كيف اداره شؤون الموظفين لانه بيلزموا صحيح يعرف هيك موضوع. بالنسبه للقطاع العام ايضا تواصلنا مع وزاره تطوير الاداء المؤسسي ومعهد الاداره العامه دورات للوظائف القياديه العليا، يعني اي شخص بده يتولى وظيفه قياديه عليا طبعا في دوره بالاداره، ومن ضمن المنهج ايضا ما يتعلق بالنزاهه والشفافيه، لانه وجدنا في كثير حالات من الفساد المالي سببها هو يعني فساد اداري اصلا، والجهل في اجراءات الماليه والداخليه، موضوع الرقابه والقيود الى اخره، فهو اما عن جهل او انه بيكون عن قصد، لكن اي شخص يتولى وظيفه قياديه من الان فصاعدا سيخضع لدوره في تطوير الاداء المؤسسي ومن ضمن المنهاج اللي هي ماده النزاهه. وهذا الجانب المالي، بالاضافه الى ذلك في الفساد الاداري، يعني انا اذا انا بعمل مؤسسه وبعين كل اللي فيها اصحابي واهلي هذا فساد اداري، لما انا باخذ قرارات لمصلحه حزب معين او جهه معينه هذا فساد، يعني الفساد بكل جوانبه. وتستعين مع محمد اذا ممكن نعمل شيء، وانه يعني بحب يكون سعادتك هناك دوره بنقدمها هي اخلاقيات العمل، ومن ضمنها بنحكي على تضارب المصالح والخصوصيه وانتهاكات مدونه قواعد السلوك ضمن اخلاقيات العمل. بس بدي اعملها بشكل دبلوم وياخذ هذه الشهاده ويصير خبير في مكافحه الفساد، ليش ما يكون هنالك بالنزاهه مثل ما كان عندنا خبير في كل شؤون الدنيا في دبلوم خبره. شكرا جزيلا سيدي. عفوا عفوا، شرفتونا واهلا وسهلا بكم. تفضلوا استراحه. Thank you.